السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعض الأسماء الممنوعة من السفر بأمر من المجلس الأعلى للأمن، منهم بعض الأسماء من تم إبلاغه بمنعه من السفر وحجز جواز سفره، وتم إرسال برقية إلى كل المطارات والحواجز الأمنية البرية والبحرية بالقائمة. ملاحظة، هذه أسماء بعض مما جاء في القائمة التي تحتوي على أكثر من 150 شخصية. أول هذه الشخصيات هو سيدي السعيد، ثانيا علي حداد، ثالثا عبد الملك سلام، محي الدين طحكوت، عمار غول، عمار تو، كوني نافرضة، معزوز أحمد، أحمد أويحيا، معاذ بوشرب، صديق شهاب، عبد القادر زوخ، جمال ولد عباس، خالد بونجمة، محسن عمارة، حمراوي حبيب شوقي، عبد الغاني الهامل، السعيد بوتفليقة، ناصر بوتفليقة، علي هارون، بهاء الدين طليبة، غلام الله، أنيس رحماني، نورية بن غبريط، عبد السلام بوشوارب، هدى فرعون، شكيب خليل، نورية حفصي، سعيدة بن حبيلس، مصطفى العياضي، علي فوضيل، مختار رقيق، مصطفى قيطوني، عبد الحكيم بطاش، فاروق سنطيني، فلالي غويني، ومحمد بن حمو. في انتظار تعليقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.